السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نقوم بالتحدث أو مراجعة هي الجملة الإسمية والجملة الفعلية التي قد درسناها في الفصل الماضي. الجملة الإسمية عبارة حكينا تكون مكونة من مبتدأ وخبر، ويكون المبتدأ مرفوع وخبر يكون مرفوع. الجملة الإسمية تكون مبتدأ وخبر ويكون مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ويكون الجملة تامة المعنى، تكون جملة تامة المعنى. مثال عليها: السماء صافية. السماء صافية. هنا السماء مبتدأ مرفوع، صافية خبر مرفوع، خبر مرفوع. تمام. عند دخول كان وأخواتها، كان وأخواتها، وحكينا هم حفظ، هي كان، صار، أصبح، أمس، أضحى. هنا كان وأخواتها، عند دخول كان وأخواتها على الجملة الإسمية، عند دخولها على الجملة الإسمية، خلينا نشوف مثال: كانت السماء صافية. هون دخلت اللي هي كان، شو بتصير السماء؟ هون بنعرف كانت هون مبتدأ مرفوع، هون تصبح اسم كان مرفوع، أو إحدى أخواتها اللي بتكون موجودة حسب إيش سبقتها، وصافية خبر كان منصوب، خبر كان منصوب. تمام. هاي بالنسبة للجمل الإسمية، للجمل الإسمية. الجملة الفعلية تكون مكونة من فعل زائد فاعل، وقد تكون مكونة من مفعول به، قد تكون مكونة من مفعول به. الفعل زي ما بنعرف ايش اقسام الفعل، هي فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. وحكينا إعراب الفعل، فعل ماضي يكون مبني على الفتح، فعل المضارع إذ لم يسبق أي حروف من النصب أو الجزم يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فعل الأمر يكون فعل أمر مبني على السكون، أيضا إذ لم يسبقه يكون مبني على السكون. الفاعل بعد الفعل، إذا يكون الفعل، من يقوم بالفعل هو نسميه فاعل. الفاعل يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خلينا نشوف مثال: ذهب الولد إلى الملعب. ذهب الولد إلى الملعب. ذهب فعل ماضي مبني على الفتح،
الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلى هنا حرف جر. الملعب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة، الكسرة وعلامة جره الكسرة. وحكينا عندما يكون حرف جر ويتبع اسم مجرور منسميه شبه جملة، اللي هي جار ومجرور. إذن الجملة الإسمية هي تبدأ باسم، تمام؟ الجملة الإسمية تبدأ باسم، والجملة الفعلية تبدأ بفعل. الاسم زي ما حكيت لكم بيكون مبتدأ مرفوع إعرابه وخبر مرفوع، يعني وجملة تام المعنى اللي هي السماء صافية، هون تمام معنى الجملة. إذ عند دخول كان وأخواتها على الجملة الإسمية تصبح السماء اسم كان مرفوع، صافية خبر كان موصوب، تمام؟ والجملة الفعلية تبدأ بفعل ويتبعها فاعل، وقد يكون موجود فيها مفعول به.